مبدئيا في سبب ليه ان المكتب اللي ورايا متبهدل قوي كده دلوقتي. الفيديو ده هتكلم فيه في السريع قوي عن الايفون اس اي 2 لان ناس كتيره جدا مستنياه وحابه تعرف كل حاجه عنه. احنا نفسنا عارفين معلومات قليله قوي عنه، اهمها واولهم انه هيجي بابل اي 10 فيوجن وده يعتبر بروسيسور كويس. عموما انا مش مقلق من الجهاز دوت من ناحيه الاداء بتاعه. المعلومه الثانيه اللي نعرفها عنه هو ان التصميم بتاعه هيجي مشابه جدا للايفون اكس، وخلينا صريحين الايفون اكس دلوقتي يعتبر واحد من اخطر الاجهزه المحبوبه في السوق وواحد من احسنهم فعلا. فبمجرد ان في جهاز ثاني هيجي بتصميم مشابه منه ومن ابل برضه فهيعمل مبيعات كويسه جدا ومتوقع نجاح كبير جدا ليه في مصر، وعشان كده ناس كتيره جدا مستنياه. الحاجة الثالثة واكتر حاجة حبيت اوضحها، الجهاز دوت مش هيكون رخيص زي الايفون اس اي اللي نزل في الاول. بالنسبة لابل هيعتبر جهاز متوسط، ولكنه بالنسبة لباقي المنافسين يعتبر جهاز غالي. انا شخصيا شايف ان الجهاز مستحيل يقل عن 10000 جنيه باي حال من الاحوال، ومتوقع ينزل بحوالي 11000 او 13000 حتى. ده طبعا بالنسبة للاسعار بتاعه دلوقتي، ما اعرفش وقتها هيكون الاسعار عاملة ايه. فمن ناحية الاس اي 2 هل هيجي كويس ولا لا، فانا ضامن ان هو هيكون جهاز كويس، ولكن هل هيكون كويس كفاية انه ينافس جهاز قوي زي الميد 10 مثلا اللي يعتبر جهاز رائد فعلا، او حتى على الاقل سامسونج جالاكسي اس 8، ولا مجرد هيكون جهاز يمشي الحال بالنسبه للناس اللي بتحب ابل قوي ومش قادر تشتري الايفون اكس اللي سعره حوالي 19000 جنيه دلوقتي. طبعا اتمنى ان هو يكون الخيار الاول وان يكون جهاز قوي ومنافس بشكل حقيقي علشان يكون عندنا اجهزه احسن في الفئه السعريه ديت، وخصوصا بالنسبه للناس اللي بتحب الاي او اس، وما يكونوش مضطرين يمسكوا جهاز زي الايفون 7 مثلا او الايفون 7 بلس اللي لسه بيجي بالتصميم القديم الممل قوي بتاع ابل. الفيديو ده كان سبونسرد باي ميلان ستور، هتلاقي العنوان بتاعه في الديسكربشن، ما تنساش تعمل لايك لصفحته على الفيسبوك، وشاركني في الكومنتس هل انت مستني الايفون اس اي 2 ولا لا، وهل هو فارق معاك ولا لا. اعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك وجوين للجروب بتاعي على الفيسبوك علشان تسال في اي حاجه انت عايزها، وبالتاكيد اهم حاجه تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب علشان تشوف كل الجديد مني. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK Review، ثاني في فيديو جاي.